السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كيف حالكم حبايبي طلاب الصف الخامس اليوم يا ابطال يا حلوين بدنا ناخذ الدرس الثاني كتاب الرياضيات الصف الخامس في الوحده الرابعه كمان درس كثير سهل وكثير بسيط يلا خذوا نفس اهدوا استرخوا بدنا ناخذ درس شو اسمه وحدات المساحه شو اسم الدرس يا ابطال اسمه وحدات المساحه بس بدنا ناخذ مراجعه سريعه للدرس السابق شو اخذنا الدرس السابق اخذنا انواع المثلث صح طيب اخذنا انواع المثلث من حيث نوعين من حيث الاضلاع من حيث شو ومن حيث الزوايا الزوايا صح ولا لا بتقول لي أو شو نوع من انواع الأضلاع إذا كانت أضلاع كلياتهم زي بعض زي هيك هذا يساوي هذا يساوي هذا شو بنقول له هذا متساوي الأضلاع شو بنقول له متساوي الأضلاع طيب يا أبطال يا حلوين وإذا كان شكله هيك حكينا إن, إن هاي تساوي هاي شو بنقول له هذا متساوي الساقين شو بنحكي له متساوي الساقين واللي بعده يا أبطال يا حلوين لو كان شكله هيك ولا واحدة تساوي الثانية شو بنقول له مختلف الأضلاع شو بنقول مختلف الأضلاع طيب يلا نحكي شكله من حيث الزوايا شو حي شكله من حيث الزوايا إذا كانت زاويته هيك هيك المثلث طلعوا كل زوايا صغار شو بنقول له هاط حاد الزوايا الزوايا والنوع الثاني حبايبي إذا كان شكله هيك هيا هون هاي طلع الزاوية شو مالها يا حبايبي مربع شو بنقول له قائم الزا... الزاوية وإذا كان شكله هيك يا أبطال يا حلوين هيو هيك فاتحة شو بنقول من له منفرج الزاوية شو بنقول من له منفرج الزاوية المثلث تمام بهاي الطريقة هذول أنواع المثلثات من حيث الأضلاع من حيث الزوايا يلا نأخذ اليوم درس جديد اسمه وحدات المساحة ونطلع هون في نشاط واحد أعد عدد الوحدات المربعة شو الوحدة المربعة هيها مربع مربعين ثلاثة أربعة خمسة ستة ست مربعات التي تغطي الصورة المجاورة من قصر هشام في أريحا قديم مساحة الصورة اللي هي عدد وحدات المربع يلا نعدهم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة وهون كمان ستة 12 وكمان ستة 18 وكمان ستة أربعة كمان ستة, ستة،, ستة، حبايبي ثلاثين بحط هون ثلاثين وحدة مربع بحط هون ثلاثين وحدة مربع نطلع مع بعض على نشاط اثنين دايما يا حلوين شو بنعمل دايما اهدأوا دايما استرخوا وكثير دروس ان شاء الله الوحدة هاي كثير سهلة هاي وحدة الصف اول يعني راح تشوف قديش الامور هون سهلة في الشكل المجاور مربع طول ضلعه واحد سنتي اذا هون واحد هون واحد شو وحدة المساحة وحدة مربعة اللي هي سنتيمتر شو مالها مربع مربع ولاحظ صورة حبة القمح على مربع طول ضلعه واحد سنتي هاي هون إذا كان طول ضلع المربع واحد متر شو بتكون وحدة المساحة وحدة مربعة اللي هي متر مربع هذا بدك تحفظهم إذا سنتي سنتيمتر مربع إذا متر متر مربع ولاحظ المساحة المختصة لكل طالب داخل الغرفة الصفية حسب تعليمات وزارة التربية والتعليم شو لازم تكون واحد متر مربع هل غرفة صفك تحقق هذه التعليمات لا لماذا لأن العدد كبير تخالفوش بيبطل في مشاكل طيب اللي بعد نطلع على ج طبعا الدنم نحفظ ان الدنم شو يساوي الف متر مربع تقدر مساحة الأراضي التي يحتاجها جدار الضام وتوسع محافظة جنين بأربعة وأربعون ألف دنم إذا ألف متر مربع نشوف نشاط ثلاثة يا حلوين مع بعض نشاط ثلاث بهذه الطريقة أيوه. يلا شو مساحة كل من الأشكال علما بأن الوحدة هي بالسنتيمتر المربع يلا نعد هون. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر، أهدى عشرة أحد عشر اثنا عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر, خمس، عشر، ستة عشر،, ست عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر, تلت عشر،, تلت عشر،, عشر، عشرين، واحد ثلاثة اذا شو مساحة الشكل ا 23 وعشرين سنتيمتر مربع اذا يعني نطلع على مين الحين؟ على مساحة الشكل ب هون واحد اثنين ثلاثة أربع, اربعة, اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى 13 اثنى عشر ثلاثة عشر اربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر عشر تسعة عشرين واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وعشرين تسعة ثلاثين. اذا قديهم مساحة الشكل ب ثلاثة ثلاثين مساحة الشكل جيم يا يا حلوين يلا نعد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحد عشر اثنا عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشرين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرين ثلاثين واحد اثنين ثلاثين ثلاثة ثلاثين أربعة خمسة ستة ثلاثة وأربعين ثلاثة وأربعين كده طلع جوابها ثلاثة تمام بهاي الطريقة طلع مع بعض على نشاط أربعة أضع دائرة حول وحدة المساحة الأنسى في كل حالة يلا أرض جامعة فلسطين التقنية خضور يعني إشي كبير كبير كثير إشي كبير كبير كثير يا حبايب نعطيه دونوم قد دونوم ألف متر مربع مساحة سطح كتاب الرياضيات شو بنعطيها سطح الكتاب الرياضيات بالص... بالصا بالسنتيمتر المربع نحطها على السنتي مساحة حديقة المنزل إشي متوسط له كبير كثير هو إشي صغير كثير نعطيه بالمتر بالمتر المربع طيب نشوف هون ما مساحه كل من الاشكال الاتيه نطلع مع بعض هون على مساحه الاشكال الاتيه يا حلوين يوم. يلا هون مساحة الشكل ألف اللي هو المربع نعد واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة طب واحد بيقدر يقول هاي خمسة وبنعيدهم مرتين ثلاث أربعة خمسة خمس مرات خمسة وعشرين تمام شو الوحدة بالسنتيمتر المربع تمام أو خمسة وعشرين وحدة مربعة إذا بالسنتي سنتيمتر مربع إذا, إذا وحدة مربعة وحدة مربعة تمام طب بتقول لي بتأكد هاي خمسة هاي كمان عشرة هاي خمسة عشر عشرين خمسة وعشرين مية بالمية طب طلع معي هون على المثلث ب يلا طلع لي واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة داعش اتناش اتناش طب بتقول الباقي شو هاد بتقولي نصاص بقول اه اتناعش. يلا كل نصين واحد اتناش هاي 13 عش. وهي عشر وهي محاي خمسة وهي وهاي محاي اذا كلهم عشر وحدة مربع شكل ب وحط عليه مهم لو انا معلم بجيب لك اياها هاي اطلع على جيم يلا جيم واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 ثلاثة عشر اربعة عشر خمسة عشر ستة سبعة عشرين واحد اثنين ثلاثة عشرين اربعة خمسة عشرين ستة هاي ستة عشرين وحدة مربع بهذه الطريقة في يا ابطال يا حلوين نتطلع على سؤال اثنين اكتب الوحدة الأنساب لكل مما يأتي سؤال اثنين وسؤال ثلاثة وسؤال أربعة مع بعض يلا كثير الدروس سهلة وكثير الدروس بسيطة ولا أسهل من هيك دروس ولا أسهل من هيك وحدة الإشي الصعب بالرياضيات خلينا نقول المحور الصف الخامس راح يعني ضل شغلات بسيطة اللي هي دروس سعيد. نطلع مع بعض إيه اكتب وحدة المساحة الأنسب لكل مما يأتي غرفة الصف شو بقيسها بالمتر المربع سطح المسطرة حبايبي بالسنتيمتر المربع ساحات المسجد الأقصى يا حبايبي ساحات المسجد الأقصى بالدنم بتوقع ملعب المدرسة أبطال يا حلوين من بالمتر المربع تمام بهاي الطريقة الكبير كبير دنم ألف النص ده كبير ولا صغير تعطي متر والإشي الصغير بتعطيه سنتي اكتب مثال واحد لأشياء تستخدم وحدات المس... المساحة الآتية لقياس مساحة سطحي مش مساحة سطحي بتوقع هي غلطة لغوية ما علينا طيب شو الإشي اللي بنقيسه متر المربع يا حبايبي اللي هي إيه الطاولة تبعتك طاولة المتر المربع شو بقيس يا أبطال يا حلوين مساحة سطح شو سطح البيت ظهر الحيط احنا بنقول له الدونوم شو نقيس ارض البابا تمام ارض البابا تبعك بنقيسها بالدنوم اذا البابا ما عندوش ارض شو بنقيس ارض الجيران تمام بهاي الطريقة طيب أربعة زار وليد مزرعة جدي صديقه سعيد فقال سعيد أن مساحة هذه المزرعة قد خمسة آلاف متر مربع فقال وليد أي أن مساحة هذه المزرعة تساوي خمس دنومات هل اللي قاله وليد صحيح؟ أول إشي حكى سعيد إن مساحة الأرض قدي خمسة آلاف متر مربع صح؟ صح هذا الحكاية وليد شو قال؟ قال هذاك خمس دونمات خمسة دونم طيب واحد شاطر متذكر إن الدنوم شو يساوي؟ الدنوم يساوي ألف متر مربع صح ولا لا؟ فمعناته بتقول إذا الدنوم الواحد ألف هون خمسة دونم يعني خمسة ضرب شو؟ ضرب ألف متر مربع ويساوي خمسة آلاف متر مربع كمان مرة معطيه خمسة آلاف متر مربع هذا قال عنا خمسة دونم طب ما هو الدونم يساوي ألف يعني خمسة ألف يعني خمسة آلاف متر مربع بهاي الطريقة هيك يا أبطال يا حلوين بكون خلص درسنا ونشوفكم إن شاء الله في درس قادم إلى اللقاء